الله أكبر. اللهم بشره بمغفرة وأجر كريم، اللهم اجعل مرضه رفعة له في الدرجات. بقلب يعتصر ألما وبصبر المؤمنين المحتسبين الراضين بقضاء الله وقدره، نودع اليوم فقيدنا الغالي المرحوم بإذن الله تعالى محمد لمين مسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أحد أبرز إطارات الدولة التزاما وكفاءة ونزاهة وثقة. هي خصال ميزت الراح الذي تقلد مهام ومسؤوليات عليا في الدولة، أثبت فيها تمكنه وحسن إدارته، وأظهر من المواهب والكفاءات التي أهلته لبلوغها. إننا نسأل الله جلت قدرته أن يمن عليه بكرم عفوه وواسع رحمته، وينعم على ذويه بسكينة الإيمان. إن لله وإنا إليه راجعون.